يا مرحبا، حلقة جديدة من فن نيوز بلشت لنمر بجولة سريعة على آخر الأخبار الفنية. بعض الأصداء المكللة بالنجاح يلي حققته بمسلسل كسر عظم، عم تستعد الفنانة نانسي خوري للمشاركة بأول أعمالها للموسم الرمضاني الجاي من خلال مسلسل الزند يلي بيحمل اسم عاصي الزند قديما، بجانب الفنان تيم حسن والفنانة دانا مارديني. المسلسل بيستعرض ملحمة شعبية بتدور أحداثها بزمن الإقطاع ببداية القرن الماضي، وبيشارك بالعمل مجموعة من النجوم منهم باسل حيدر، ريهام القصار، فيلدا سمور، نهال الخطيب، مازن عباس، وكثير من النجوم لسه عم يستمر الاتفاق معهم على شخصيات معينة. مسلسل تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر برقاوي. محمد عساف يطرح أحدث أغاني باللهجة اللبنانية بالحب منوعة. طرح الفنان محمد عساف غنيته اللبنانية الجديدة بالحب منوقع بعد نجاح غنيته العراقية الأخيرة أنا أستاهل، وتنفذت الغنية بالتعاون مع الشاعر والملحن رامي شلهوب والموزع جمال ياسين، وهيك بيكون كرر عساف تقديم اللهجة اللبنانية يلي نجح بأدائها عدة مرات، وكان آخرها شارط مسلسل عروس بيروت، بالإضافة للهجات يلي تميز فيها من قبل، فغنى باللهجة العراقية، الفلسطينية والمصرية. إشاعة طلاق نيلي كريم وهشام عاشور حديث مواقع التواصل الاجتماعي. صدرت الفنانة نيلي كريم مؤشرات البحث على جوجل بعد انتشار أخبار انفصالها عن زوجها هشام عاشور، وردت نيلي كريم على هي الأخبار بطريقة غير مباشرة، فنشرت صورتها برفقة زوجها وحطت قلبين على الصورة. وعلى ما يبدو جاء تصدر الترند المرافق بإشاعة الطلاق بعد اختفاء زوجها هشام عاشور من السوشيال ميديا وتسكير جميع صفحاته على الانترنت، وهذا الشيء اللي خلى البعض يشكك باستكمال علاقته بنيلي، وبدأوا يتساءلوا حول علاقتهم وهل هذا الاختفاء طبيعي أم بسبب خلافات بينهم. وزادت هي الشكوك بعد الستوريات يلي نزلتها نيلي على صفحتها الشخصية، وكان أهمها مقطع شهير للفنان عمرو عبد الجليل بمشهد وهو عم بيقول: بحب أشكر الشخص يلي شجعني ووقف جنبي ودعمني، وهذا الشخص هو أنا. بعد مستر إكس، أحمد فهمي عم يبلش تصوير مسلسله السفاح. تعاقد الفنان أحمد فهمي على بطولة مسلسل السفاح يلي عم يستعد لتصويره الفترة الجاية بعد انتهائه من فيلمه الأخير مستر إكس، وبيشارك فهمي البطولة كل من باسم سمرة، ركين سعد، وهو من إخراج هادي الباجوري. وبتنتمي نوعية المسلسل لأعمال الإثارة والغموض مستوحاة من قصص واقعية وحقيقية، وبيحكي عن قضية سفاح الجيزة الشهيرة يلي صدرت بحقه الحكم بالإعدام. بيتكون المسلسل من 8 حلقات ومن المقرر عرضه على منصة شاهد. وهلأ صار وقت فقرة السوشيال ميديا. الشعر والغزل فن من الفنون يلي كانوا بيستخدمها الشعراء بقديم الزمان ولليوم ليعبروا عن جمالية الشيء وحبهم فيه، ويقال إنه في شاعر جوات كل شخص فينا ممكن يطلع بلحظة ما. وسؤالنا لليوم: لو كنت شاعر، شو هو بيت الشعر يلي بتتمنى يكون إلك؟ أما الناس يلي مالها بحفظ الأبيات، فيا ترى هل أنت من الأشخاص يلي بتحب تسمع شعر ولا مين؟ ناطرة أجوبتكن على بوست فن نيوز لنشارك كل شي بخص الشعر. وهيك بتكون خلصت أخبارنا لليوم. تروني بكرة بنفس الموعد بحلقة جديدة حاملة أخبار نجومكن المفضلة، ومن هون لوقتها تبقوا بألف خير.